يلا هيك نبطات زعران زعرة انا ماني متضايق ولا شوي متضايق لو انت بتستاهل تطلع من هنا بس لاني بشوفك ما بتستاهل تطلع من هنا بس نطلع تمرين رح اطلع من ترجع شلون تطلع من البروجرام طلعك ضريب رح ترجعي يعني انا 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 انا, أنا متاكد انك رح ترجعي مثل ما انت متاكد بكره رجعك جمهور عندك شعبية حلوة انت والله ما هذا باسر كمان قاعد هيك ناقص حرام ليش مو فارقة مش هيك بتطلعيني انا كثير ما انا اكثر واحد زعلان بس زعل مو هون يعني قاعد تتخانق مع العالم يعني افهم زعلان هلا انا ورامي قعدنا تذكرنا شغلات رجعنا قعدنا نفس ما كنتي على نفس الحديث تبع امبارح السيرفيس تبع هيك قعدنا لنا ما انت شو ليك هذا بتعرفي حتى اذا انت جاي اشتر عرضك ربحان معك مصاري وخلصنا من هاللية اشتر على اختك نصيف شبابي 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 قبل ما نجي لهون كنا نحكي بهالقصة انه ما راح يمشي الحال غير لترباح يعني ما بيسوى مثلا واحد يطلع ما يلحقوا الكل لو بس واحد يطلع كلهم بالهواء شو انتوا عمكم هون جوعانة؟ كثير أنا مثل ما أنا واللي بقلبي بحكي لو بده يضايق اللي حوالي ألف لعند الله لو أنا هيك أصلا ما بضايق من حكي لأنه فعلا أنا اللي بقلبي بحكي ما أنا حاطة بضوء قناع الحبوبة والطيوبة اللي بقرب علي بيعرف أنه هذا الحد اللي بضل بيضحك واللي بضل هيك فأنا في إشي بتضايق وبيحكيها أنا ما بجعمل وما بهلا كثير بتضايق من الحكي راسف كثير هيك حاسة إنه خلص بدك تضلي واقفة عند الحكي ما 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 بتحس حالك كريهة ما بتحرق عم تستخدمين بس نانية زين لأنه نحن ما بتفولنا الضوء ما البنات شو بيسكتوا ليطفى الضوء الفكرة كثير منيح هذا السلاح هذا سلاح عيريني ما عرفتوا ما عندكم ضوء انتوا بتفولكم يا لا مضوي يا شباب ما ما انا ما كتمت إذا أنت منيحة يا أنت يا حمارة أنت منيحة وراجعة لا تبكي أنا مش هيك زعلانة أصلا عاش تبكي هاي أنا ما أضربك بالكف هيك عاش تبكي خلاص عما كنتي أول من هيك ضربتك تحت الحيط قاعدة عم تبكي بتضايق نصيف ماني بتضايق لأني رح أطلع بعرف ولح عاش تبكي أقوى من هيك أنت أقوى من أن واحد يزت لك حكي وتتضايقي عم بيحكي لمصلحتك الزلمة بعرف انه مصلحتي ايه خلص ابي كمان بيحكي بمصلحتي وانا بتضايق طبعا مزبوط تعال عارفه منيحه وبعرف خلص بدنا في منيحه خلص سكان خلص النهار هلا صرنا قلبنا 12 خلص النهار فروقي ما تسحبي استوعب فكره كمان خلص ما بدي احكي بس سيء لساني انا وصغيره امي بتقول لي انه انا الدكتور ساحبني بلساني انا وصغيره بيقولوا لي انه ضبي لساني علي لسان أطول مني يا ريت طولي بطول لساني مظبوط وهلا لازم تخلص تروح حاجتك أرجيني والله ما أدري شو أطول خلاص يا شيخة خلاص
لك وصار مزار طلعتي بالهايك باسبوع لا ما 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 بصير تلحق مو لانه بدي اكيد انا رح ضلني ناطع انا مصر اني 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 مش مو الاول بس له مش رح تطلع ما متخيل اطلع لا بدك تطلع اول بالذات اذا انا طلعت هذا الاسبوع ما رح تطلع هذا الاسبوع اقلي بوشك بقى بالذات اذا انا طلعت ترى بحكي اردني اقلي بوشك على بالي بالذات اذا انا طلعت هذا الاسبوع بعدين انا عمتي بالاردن لازم يجيك صوت الاردن ايش لم يهد لوش بالذات اذا انا طلعت هذا الاسبوع لازم انت تردني لازم لازم خلاص هاي تحكي بالموضوع بدك تربح مش هاربح ولا بشوفها انت مش رح تشوفها والله انت اللي رح تشوفها يا ناصر بكره تذكر والله انا ما ليك كيف حسيت اليوم اني انا نويلة بعرف انه انت صار انت مستر شو هيك والله ما بزعل كيف حسيت انه العالم اللي رح تموت كانت رح تموت خلاص بس خلاص بدي اتذكر لك يعني يا بتزعلي يا بتصيري تحكي حكي انا ما عم حبه خلاص بس حبيبتي تقومي ناكل مش لقمه تعي نقرش بلا بلا تعي نقرش مش عم بلا توست ولبن وزيت 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 عم نرجع نعمل شاي بس وانت اكل اقعد معك بشرب شاي والله كان بدي اكل بس انا قلت لاخذ شاي وروقان كرتك نايمه ما بتصدق انه احملها يعني انه ما بتعرف حالها تحملها غير اكيد طالع ورح يكون عندي هلا بدي اطلع نهار الجمعه تكون عندي معجبيني وهيك اكيد حضرتك تعمل لي معجبين بفكر حالك يعني قلنا يعني حضرتك باقي وهيك يعني ما دخل انا طالع عندي كل شيء لحالي كوني انثى المفروض انت تعمل لي الاغراض عشان صبي انثى من وين؟ عشان صبي؟ كلاش فتير وهالجماعة كلاش فتير وهالجماعة تعيين لأ مش عيوني بجين بس مزوز مزوز قربي مزوز شو حاسدك حتى انت عم تراضيني لا ما براضيك انا بتعرفيني اصلا شلون وانا هيك